لازم يكون في منهج لعمليه المراجعه، لازم يكون مستقل. الفريق اللي هيقوم بعمليه المراجعه لازم يكون مستقل، لازم يوثق العمليه اللي بيقوم بيها لحاله وظروف المنشا ويطبقها بالمعايير الموجوده، سواء كانت معايير دوليه او كانت معايير وطنيه. ايه هي معايير المراجعه؟ هي مجموعه القواعد والسياسات والتطبيقات والاجراءات الموجوده في المنشأة أو في المنشأة. إيه هي المبادئ؟ لازم يكون في مهنية، مش أي واحد هيقوم بعملية المراجعة وينفذ الخطوات بتاعته، لازم يكون في ناس أصحاب مهنية، لازم يكون في عدالة في عرض التقارير بحيث إن ما يبقاش في انحياز لفئة معينة أو انحياز لإدارة معينة هو مثلا بيعمل فيها أو بيستفيد من وجوده في قضية المراجعة لصالح هذه الإدارة. لازم يكون في نوع من الاهتمام، ولازم يكون في استقلالية زي ما قلنا، ولازم يكون في أدلة ملموسة. إيه هي الأدلة الملموسة؟ يعني إيه أدلة ملموسة؟ مستندات. مستندات. أنا بقوم عملية المراجعة، لازم وأنا بقوم عملية المراجعة لازم يكون في تجميع الأدلة الملموسة، سواء كانت في شكل معلومات، في شكل سجلات، في شكل حقائق. هيقول لي لا أنا عندي ترخيص للمنشأة، طب لو سمحت أطلع على هذا الترخيص. لا أنا عندي كشف طبي للعاملين، يبقى أطلع على هذا الكشف الطبي بتاع العاملين. في سجل بي، لو سمحت أشوف السجل دي، يبقى في إذا وثائق، في سجلات، في معلومات دي نتعامل معها بتبين لي إيه أهمية السجلات والوثائق اللي أنا بجمعها أو إن أنا بتعامل معاها او ان انا بطلع عليها، ايه اهميتها؟ انها بتوريني مدى التوافق او مدى الوفاء بمتطلبات السلامه والصحه المهنيه. فعاليه التطبيق، هل في فعلا في تطبيق ولا ما فيش تطبيق؟ وعلى هذا الاساس من الادله والملاحظات اللي انا بجمعها او اللي انا بشوفها او البيانات اللي انا بجمعها بقدر احط الملاحظات بتاعتي في التقرير النهائي اللي انا بتقدم بيه كمراجع. تجميع الادله الملموسه ممكن بتكون في شكل اسئله، انا بسال الشخص اللي قدامي، بطلع على الوثائق والبيانات اللي موجوده، بتجول داخل المنشاه في جميع الادارات وفي جميع الاماكن اللي انا المفروض هعمل فيها عمليه المراجعه علشان اجمع أو أتحقق بنفسي من الكلام اللي بيتقال. مش كل حاجة هتتقال لي هاخدها إنها شيء موثق، لازم أنا كمان أتحقق بنفسي من هذه المعلومات. وفي النهاية بجمع ملاحظاتي وبحلل كل الكلام اللي جمعته. إيه هي مؤهلات المراجعة؟ أي حد ممكن يقوم بعملية المراجعة؟ لا. لا. إيه هي في رأي حضراتكم مؤهلاته؟ لازم يكون محايد، ما فيش حاجة، لازم يكون عنده معرفة عامة وذو مهارات، لازم عنده معرفة تخصصية بالمكان اللي هو رايحه، ذو مهارات، ويعرف يعني ايه الجودة عشان يقدر يطابق الكلام اللي هو هيجمعه والكلام اللي هو هيشوفه بالمعايير اللي موجودة. يفضل ان هو يكون احد الشخصيات اللي هي بتتبع إدارة السلامة والصحة المهنية، إدارة البيئة، إدارة سلامة الإنسان. إيه هي خبراته؟ لازم يكون شخصية متعلمة، مش أي حد هديله ورقة وأقول له روح اعمل لي مراجعة، لازم يكون ذو تعليم في قضايا الجودة وقضايا المراجعة، عنده خبرة، متدرب على عملية المراجعة، وفي النهاية السمات الشخصية للمراجعة. إيه هي سماته الشخصية؟ اللي هي الدقة، الاعتدال، الموضوعية، عدالة، ان هو ما ينحس لفريق ضد فريق، يبقى فيه عدالة، شخص نشط، بيبقى عنده دعم للمكان اللي هو رايح والمكان اللي هو جاي منه، الشمولية، ما يروحش يبحث في نقطة ويغفل بقية النقط، بالعكس لازم يكون في نوع من الشمولية في المراجعة، التنظيم، ان هو ما يخشاش ان هو يسقط الحقائق، لأن الحقائق دي مهمة جدا، لأن هي دي هتكون أحد النقاط اللي هننطلق منها المنشأة علشان التحسين وتوفيق الأوضاع بتاعتها. شخص يتمتع بالنزاهة، بيبحث عن الحقائق دائما، ما ياخدش الأمور
انها يعني زي ما احنا بنقول بالتعبير المصري مبقئي، قالوا لي احنا عندنا كلمه شهيره جدا ان احنا نخش المكان وبعدين ارجع اقول له قالوا لي مين اللي قال لك؟ محمد. اي منشاه نخشها فيها 10-20 محمد، ما بال حضراتكم بمنشاه كبيره فيها 13,000 بيشتغلوا فيها كم محمد؟ وده على فكره احنا بنسمعه كتير جدا. لازم يكون ذو اتصالات، بيقدر يعمل اتصالات بالناس مبتسم. يبقى اذا لازم يبقى فيه ان انا مش هخترق العادات، لكن ممكن استاذن، ممكن ان هو حد هيخش قبله هذا المكان علشان يعلم الناس ان هناك زائر غريب داخل هذا المكان، فبالتالي الناس يبقى عندها مثلا احتياطات في سواء ابتداء ملابسها او في جلستها وهي متواجده. مجمل الكلام ان هو نزاهه موضوعيه، خصوصيه المعلومات، ان المعلومات دي مش اول ما يطلع من المكان نبتدي بقى نتكلم، اول ما يطلع يشهر بهذا المكان او ان هو يبتدي يكلم اصحابه انا رحت وبتصور عندهم كذا وكذا وكذا، وين يبتدي ذكر اسماء الناس ان فلان مصاب بمرض كذا. لا، لازم يكون في نوع من المحافظه على خصوصية المعلومات. المعلومات دي لما هتروح تروح للشخص المناسب. أنا حتى التقرير وأسقط فيه بياناتي ومعلوماتي ما تبقاش على المشاع، هتروح للإدارة اللي المفروض إن أنا أسلمها تقرير المجرد، وطبعا التأهيل النهائي. في كود الاعتماد المجرجلين بيعتمد على إن في ثقة وعدم انحياز، ملوش أي مصالح بتتعارض مع متطلبات المراجعه، يعني ما اخدش شخص من اداره معينه واقول له انت هترجع على الاداره دي، او هتروح يكون مثلا موجد لهذا المكان لبعض السلع واقول له روح راجع لي عليه، ممكن اختار شخص ملوش علاقه بهذا المكان هو اللي يروح يراجع. ليه؟ لان ممكن يحصل تعارض مصالح، فبالتالي مش هيذكر كل الحقائق اللي موجوده كامله. ممنوع تلقي اي نوع من انواع الهدايا، محدش يقول دي حاجه بسيطه جات لي على سبيل ان ده راس السنه، لا ده العيد، لا ما اعرفش ايه، وتتفاوت بقى ايه قيمه الهديه، مره تبقى حاجه يقول لك دي حاجه صغيره قوي، ايه يعني 100 جنيه، وبعد شويه تبتدي افندم تيجي بقى تيجي بقى بعد كده بقى الحاجات الكبيره. او يديله نوع من انواع التخفيضات، يقول لك ويقول له ان التخفيضات طول السنه مثلا بنسبه كذا كل حاجه هتاخدها. لازم يكون في السريه التامه في نتائج المراجعه، عدم استخدام الحكم المظلم، بمعنى واحد راح يعمل مراجعه وكان زميله راح قبليها وزميله قال له قصص واقاويل في المراجعه وهو كون حكم مسبق ابتدى يعتمد عليه في ان هو في حكمه الشخصي وفي كتاب التقرير. زي ما يكون صاحب الاتصالات لازم يكون متعاون تماما في تنفيذ عمليات المراجعه. ايه هي مسؤوليات قائد المراجعين او فريق المراجعه؟ القائد ايه مسؤوليات؟ ان هو مسؤوليته ان هو اولا يشكل الفريق، لازم يكون فريق كف من المراجعين، هو محور الاتصال الرئيسي مع الجهه اللي هيراجع عليها، تنفيذ اي زيارات اوليه، يعني لازم هو الاول يروح يعرف نفسه على الجهه اللي هيتم المراجعه فيها ويعرف الفريق بتاعه علشان يكون هو نقطه الاتصال، هيبقى يقوم بعمليه القياده واداره الفريق، وبعدين في النهايه بعد مناقشه التقارير اللي هيجمعها من الفريق والبيانات اللي هيجمعها يقوم باعداد التقرير المناسب بنتائج المراجعه، ثم التنسيق طول اثناء فقره التنفيذ والتخطيط والمتابعه اللي هي ما بعد المراجعه. ايه هي مسؤوليات المراجعين؟ لازم نعرف هو ايه الهدف من المراجعه؟ هل هدف المراجعين عاده ما هوش عقاب، ان انا رايح عشان اطلع الخطا او اشاور على الخطا عشان اعاقب الجهه اللي انا هراجع عليها. لا، لازم ابقى فاهم الهدف، فاهم المجال اللي انا رايح اراجع عليه،
انا مش ممكن اكون حق المجال بتاعي اللي مجرع على جميع المنشاه والادارات، وممكن يكون لا على جزئيه معينه، في مراجع مالي، في مراجع بيراجع على انشطه السلامه والصحه المهنيه، في مراجع رايح يراجع على نقطه معينه. لازم اكون فاهمه ايه المجال اللي انا طالع اراجع عليه، معايير المراجعه. مش معقول اروح اراجع على حاجه وانا ما عنديش قاعده اساسيه بقارن بيها اللي هي المعايير المراجعه اللي انا هراجع على اساسها. لازم اتاكد الملاء من خطه المراجعه لتنفيذ الاعمال المطلوبه، تنفيذ المراجعه بحرفيه تامه، مبحشي نص الوقت بيضيع في حاجات لا علاقه لها بالمراجعه، وبعدين في اخر اليوم يديني شويه بيانات او ما انا ماشي بيها، او ان انا ما تحققش بطريقه واضحه من كل البيانات والمعلومات اللي بتتقال. لازم يكون الاحتفاظ بعلاقات طيبه، الناس ما تروحش تنفر من الناس اللي متواجدين هناك، او انها تبتدي تتعالى عليهم، او انها تفهمهم ان هم ما عندهمش خبره او ما يعرفوش حاجه. لا، صفه البضايح هو فريق مراجعه. التقارير لازم تكون معده بطريقه دقيقه جدا، لازم يكون في وفاء بمتطلبات القواعد والارشادات الخاصه بالمنشاه، لازم احافظ على اي قواعد او ارشادات. لازم يكون في تواصل اثناء عمليه المراجعه، لو ما فيش تواصل بين المراجع وما بين فريق المراجعه يبقى اذا المراجعه مش هتتم بطريقه سليمه، فبالتالي لازم يكون في تواصل مع فريق المراجعه، في اجتماعات بصفه مستمره خصوصا لو فتره المراجعه هتاخد فتره طويله شويه علشان يحصل نوع من تبادل المعلومات، تقييم مدى عمليه تقدم عمليه التقييم في حد ذاتها، وإعادة تقييم العمليات التي تم تقييمها. لو في خطوة كانت ما تمش عملها يبقى إذا يحصل نوع من عملية التقييم، إن أنا فريق المراجعين يعود مرة أخرى للمكان علشان يقوم بالجزء اللي هو كان ناقص. لا، ده إحنا محتاجين تعديل في الخطة نفسها بتاعة المراجعة، محتاجين إن إحنا أماكن أخرى نشوفها داخل المنشأة فيحصل تقييم للأعمال اللي تمت علشان نستمر في خطه التنفيذ. القائد لازم يتم دائما حاله تواصل مع المراجعين والمراجعه عليهم، ليس فقط المراجعين، عشان يوضح اي مخاطر بتظهر اثناء عمليه المراجعه، يطلع على اي قرارات خارج مجال المراجعه، التاكد من مدى تقديم الادله الملموسه. ان ما يبقاش مثلا ايه قال لي لا ده عندهم ترخيص، طب فين الترخيص؟ نبتدي بقى ندور. لا، جميع الادله الملموسه لازم قائد الفريق يطمن انها كل الادله الملموسه فعلا متوفره ومتوفره. ايه بقى مسؤوليه الجهه المراجعه عليها؟ عليها هي كمان مسؤوليات، مش فريق المراجعه فقط لغير المنشاه اللي بيتم مراجعتها، هي كمان عليها مسؤوليه. لازم يبقى خلق بيئه مناسبه لعمل المراجعين، ما يروحوش المراجعين في يوم من الايام رايحين يراجعوا وهم اختاروا الجهه انهم جايين لقضيه المراجعه، يقولوا لهم لا ده اصل النهارده المكان ده صعب تدخلوه، لا اصل ما اعرفش في ايه ممنوع النهارده يتعمل كذا. لا، لازم خلق بيئه مناسبه، يبقى في مكان عشان فيه المقابلات داخل هذا المكان، ما تقولوش تدوروا على مكان لهذه المقابله اللي هيتم فيها ان هم يبتدوا يكتبوا بعض البيانات او يطلعوا على بعض التقارير، او ان الموظفه اللي معاها التراخيص مش موجوده، او فلان النهارده اصله غايب دي اجازته. لا، لازم توفير بيئه مناسبه لعمل المراجعين. الموظفين نفسهم في المكان يبقوا عارفين ان بتتم المراجعه، بحيث ان يبقى على وعي كامل ايه اللي المفروض المراجع هيطلع عليه، فبالتالي تكون كل المستندات جاهزه، ان يبقى في نوع من التواصل بين المراجع وما بين العاملين بالمنشاه، تقديم تسهيل اي تسهيلات مطلوبه للمراجعين اثناء تنفيذ المراجعه، مساعدتهم في تنفيذ خطه المراجعه. لازم يبقى في نوع من المبادره ان لما المراجعين رايحين هيبقى هنقدم لهم الاشخاص اللي هم المفروض هيتقابلوا معاهم، ما يروحش ما يلاقيش مثلا الامن الصناعي يقول له لا ده انت هتقابل النهارده مثلا
المراقب الصحي. طب انا عايز اقابل المفروض ان هو هيقابل مسؤول السلامه والصحه الماليه، لا مش موجود، فلا لازم يقدم له الاشخاص اللي هو المفروض هيتعامل معاهم ويقابلهم. جميع العمليات لازم تبقى متاحه اللي هم هيجربوها، سواء كانت العمليات الانتاجيه او العمليات الورقيه اللي هم المفروض هيطلعوا عليها. الانشطه اللي بتتم، البيانات والسجلات لازم تكون متاحه للمراجعين. لازم التاكيد دائما ان هناك تواصل ما بين المراجعين وما بين المراجع عليهم اثناء عمليه التنفيذ او عمليه المراجعه. ايه هي الايجابيات في عمليه المراجعه؟ انها دائما بتؤدي الى التحسين المستمر. لازم يبقى في وجهه النظر او في مفهومنا ان قضيه المراجعه بتهدف الى التحسين المستمر، انها بتؤدي الى تحقيق التوفيق. ليس لها معدل محدود، يعني مش هقول ان انا اعمل مراجعه مره كل سنه، قد احتاج ان انا اعمل مراجعه مره اخرى في فترة زمنية أقل. نفترض إن في عملية إنتاجية داخل، جهاز جديد ورد إلى هذا المكان وعايز أعمل عملية مراجعين، إذن هو ليس لها أي معدل محدد. تهدف إلى الكشف عن الإيجابيات، ليس فقط الإيجابيات والسلبيات، الإيجابيات بهدف تشجيعها والسلبيات بهدف إن إحنا نتلافيها مستقبلا أو إن إحنا نلغيها. تطبق على كافة الأنشطة بالمنشأة. ما اقدرش أقول إن أنا مش هراجع هذا النشاط، لكن أنا هراجع قضية المخلفات، ونلاقي واحد بيجي يراقب على المخلفات يروح يراقب على جزء آخر. كافة الأنشطة بالمنشأة يجب أن تتم في عملية المراجعة، إنها من الأنظمة الوقائية، لأن أنا لما بتعرف على السلبيات وبغير السلبيات أو بتلافاها، ده بيعمل لي خطة وقائية إن أنا بعد كده ما أقعش في أي مشاكل. إيه السلبيات بتاعتها؟ الناس دائما بتخاف من عملية المراجعة. ليه بتخاف من عملية المراجعة؟ حصلنا سلبيات يا فندم. يا فندم؟ لأن يعني تطلع السلبيات، سلبيات المنشأة بس. لأن الناس فهم مفهومها للمراجعة مفهوم مش واضح، إما للمراجع أو للمنشأة في حد ذاتها، فبالتالي هنلاقي إن العملية كلها بتدور عدم فهم الهدف من المراجعة. ليس الهدف إن أنا أشير على السلبيات أو إن أنا أضخم السلبيات اللي متواجدة في المنشأة، لا، الهدف إن أنا بأطرح، مش هقول إن أنا بكشف، لكن أنا بطرح الإيجابيات والسلبيات بحيث إن أنا نتلافى واحدة ونزود من الإيجابيات. لكن الناس بتبقى خايفة من عملية المراجعة، لأن عندنا جزء تاني من الموضوع إن بيحصل عادة عملية خلط فيما بين المراجعة والتفتيش. ومفهوم المفتش الحقيقة، معرفش عندكم في الوطن في البلدان اللي حضراتكم جايين منها نفس المفهوم، إن المفتش ده عسكري الدولية جاي علشان علشان يمسك، بيدور على المخالفه، هو جاي يدور عليها، هو ملوش دعوه باي ايجابيات ثانيه، جاي يدور على المخالفه فين وعلشان يعاقب الناس، يبقى مبسوط قوي قوي، ده انا خصمت من فلان كذا، ده انا اديت له جزء بالمنظر الفلاني. فالمفهوم نفسه الحقيقه مخلوط في الاذهان، والناس بتتعامل كمفتشين بطريقه انا في وجهه نظري بطريقه خاطئه. لان المراجع زيه زي المفتش، الغرض النهائي هي قضيه تحسين المنشاه. كلنا في منشاه واحده، مش معقول انا هبقى في المنشاه وحد جاي بيراجع او ماذي المنشاه علشان ابتدي اعمل مشاكل وابتدي اواجه. هقول ان عندنا مشاكل، بس زي اي مكان في مشاكل احنا بنحاول نتلافاها او ان احنا طرحين بعض الحلول للمشكلات اللي متواجده داخل المنشاه، ونحن في محاولة للإصلاح وعندنا خطة موجودة للإصلاح ابتدينا فيها أو هنستمر فيها الفترة الزمنية كذا، بحيث إن دائما يبقى فيه التحسين المستمر. مبنية على أساس التسجيل. للأسف الشديد إن المراجعات في معظم بلداننا بتبقى قائمة على دفاتر، كل واحد
بيستف او لا، او بيجهز دفتر، دفتر سليم يبقى كل شيء عندي سليم. جي احد، جي احد السلبيه، الكشف عن السلبيات فقط لما بنقع تحت طائله احد المراجعين اللي هو مهتم فقط بقضايا السلبيات، بيكشف عن السلبيات وليس الايجابيات والسلبيات، مرتبط عاده بالمال، هتكلفني قد ايه، لكن على المدى البعيد محدش يعني النظره ما هياش نظره بعيده. لما بنيجي بنفكر بنقول مثلا احنا جوه منشاه صحيه عدد العاملين فيها اللي بيصابوا بالتهاب كبدي وبائي، محدش بيهتم ان انا لو مش ان انا امنع اصابه الناس دول، اهم بكتير الوقايه بتاعتهم اهم بكتير من العلاج، لان تكلفه العلاج عاليه جدا. لا، هو صاحب المنشاه بيفكر في الوقت الحالي هو هيطلع قد ايه من ميزانيته علشان الوقايه، ما هو في النهايه الميزانيه واحده. فكون ان انا النهارده ممكن اصرف على ان انا اقلل السلبيات واعمل وقايه هتكون اقل بكتير من ان انا ابتدي اعالج، ده لو مرض بيتعالج او عشان حتى اكتشف المرض فيما بعد. ايه انواع عمليات المراجعه؟ قد تكون مراجعه داخليه تقوم بها المنشاه بنفسها، او تكون في طرف تاني بيقوم بها زي مراجعه الموردين والتي يقوم بها العملاء، قد يكون هناك طرف ثالث وهي المراجعه الخارجيه وبتتم من جهه مستقله. ايه الاهداف الرئيسيه للطرف الاول اللي هو المراجع الداخلي من داخل المنشاه؟ ان هو بيمكن المنشاه من تحقيق اهدافها، مساعده المسؤولين في المنشاه في القيام بالمسؤوليات الفعليه والكفاءه، تحقيق الرقابه، بس مش رقابه للعقاب لكنها رقابه فعاله لتحسين اداره المخاطر بتكلفه معقوله، التاكد من فاعليه تطبيق النظام، الكشف عن اي فرص للتحسين، والتاكد من كفاءه العمليات اللي بتتم داخل المنشاه. ايه المراجعه الداخليه؟ هو نظام تقويمي واستشاري موضوعي مستقل زيه زي المراجعه عامه، يصمم بخرط اضافه قيمه وتحسين عمليات المنشاه. طبعا زي ما قلنا ان اهداف الطرف الاول هو تحقيق الاهداف من خلال تطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعليه اداره المخاطر واجراءات الرقابه والحوكمه في المنشاه. ايه هي مهام ونطاق المراجعه الداخليه؟ تقويم انشطه المنشاه، مراجعه مدى امكانيه الاعتماد على المعلومات الماليه والتشغيليه، التأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات والخطط، تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة. في موارد، في ناس كتير قوي تقول لا أنا ما عنديش موارد، لكن لما بتحصل عملية مراجعة لا بنلاقي أن هناك في سوء توزيع للموارد المتاحة، فبالتالي عملية المراجعة خصوصا لو كانت مراجعة داخلية مش هيبقى في إحساس بوجود عسكري أو بوجود حد بيعاقب، هيبقى في نوع من ان هو بيرشد المنشاه وبيرشد صاحب المنشاه الى سوء اساءه التوزيع، فبالتالي يحصل اعاده التوزيع على ذهن الموارد. مراجعه البرامج والعمليات للتاكد من ان النتائج تتمشى مع الاهداف الموضوعه، تقديم الاستشارات للجهات المختلفه داخل المنشاه بما يحسن من اداره المخاطر وكفاءه وفعاليه العمليات التشغيليه. معايير المراجعة، في معايير صفات عامة أن يكون في استقلال تنظيمي، في موضوعية، الناس اللي بيقوم بها هناك تأهيل مهني، عناية مهنية، وهناك رقابة نوعية، مش بس على الكمية لكن رقابة نوعية. معايير الأداء، أداء إدارة أنشطة المراجعة الداخلية، طبيعة الخدمات المراجعة الداخلية، الخدمات اللي ممكن تقدمها المراجعة الداخلية، العمليه بتاعه عمليه المراجعه فيها تخطيط، فلازم يبقى في معايير اداء للتخطيط لتنفيذ العمليه للتقييد وتبليغ النتائج ثم
المتابعه فيما بعد، لان انا لو اكتفيت بنقطه ان انا بعمل تخطيط للمراجعه وبنفذ عمليه المراجعه بقوم بيها وبكتب تقرير وبعدين هينضم التقرير زيه زي اي ملفات عندي، الدكتوره بتشاور بتقول كله هينضم على الرف عندي ويبقى عندي مجموعه من التقارير فقط لا غير. لكن لازم يتم عمليه متابعه، ايه اللي تم تنفيذه من هذا التقرير اللي تقدم؟ هل تم حل المشاكل اللي تم طرحها ولا لا؟ ومدى القصور اللي موجود؟ ايه اللي مش ممكن هيتنفذ؟ ايه اللي ممكن استعين بيه لجهات خارجيه ان انا انفذه؟ فبالضروره لازم تكون في عمليه المتابعه. اي نظام موجود لو ما تمش ليه عمليه متابعه سواء من المراجعين او من الاشخاص داخل المنشاه او ان يحصل نوع من الزام باتباع القانون، فبالتالي مفيش حاجه هتتحقق او ان هيحصل ضعف في لحظه من اللحظات للنظم اللي احنا بنحطها. ايه العوامل اللي بتساعد على نجاح اداره المراجعه؟ الدعم والتأييد من الاداره العليا، لو في اداره مراجعه لكن مفيش اي دعم محدش بيسال فيها او مشغلين وعمالين يمروا ويسيبهم يا عم خليهم يخلصوا شغلهم ويمشوا وخلاص، لكن مفيش اي نوع من الدعم والتأييد ليهم، يبقى بالتالي مالهمش اي لزوم في العمل اللي بيقوموا فيه. لازم يبقى في وعي باهميه المراجعه الداخليه، لازم افهمه ان قضيه المراجعه دي قضيه هامه جدا لانها هتزود لي في النهايه الانتاجيه، يعني ليها انعكاس على المنشاه سواء في صحه العاملين او في زياده الانتاجيه. عوامل النجاح المراجع نفسه، اختيار المراجع ان هو زي ما قلنا ذو مواصفات، لازم يبقى شخصيه ذو سمات معينه بحيث ان انا اضمن ان عمليه المراجعه وعمليه تقبل الناس للنقاط اللي هو هيطرحها تبقى موجوده. لازم يبقى في تدريب مستمر وبشكل مناسب، لان المراجع الداخلي ده لو كانش عنده اي نوع من الاطلاع والتدريب على المعايير سواء العالميه او الوطنيه يبقى بالتالي مش هيقدر يقوم بعمليه المراجعه بطريقه سليمه. لازم يبقى عنده معرفه ايه هي طبيعه اعمال المنشاه، مش هقول واحد هقول له روح راجع على المنشاه الفلانيه بدون ما يكون عنده اي معلومات عن هذه المنشاه، المنشاه دي بتقول ايه؟ احنا لحد وقت قريب ما كانش في اي مراجعه لاعمال المستشفيات ولا اي تفتيش للمنشات الصحيه، ليه؟ لان كلنا كان في تصورنا ان المنشاه الصحيه دي مكان لعلاج المرضى فبالتالي ما عندهاش مشاكل بتنعكس او مخاطر بتنعكس على صحه العاملين فيها. لا، المنشاه الصحيه هي كمان مصنع كبير بيعكس انشطته ليها مخاطرها، فبالتالي لازم اللي رايح يبقى عارف ايه هي المخاطر اللي بيتعرض لها، ايه طبيعه العمل اللي بيقوموا بيه. مش يجي يقول لك الله هو انتوا عندكم وحده لمعالجه المخالفات ده انا ما كنتش عارف، الله هو في معرض؟ لا، لازم يبقى عارف بالظبط طبيعه اعمال المنشاه. لازم يبقى ليه اتصال بالاداره العليا عشان يبلغ النتائج وتقديم الراي حول اداره المخاطر. ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهها المراجعه الداخليه؟ لو في عدم تأييد، احنا قلنا في تأييد يبقى في عدم تأييد، عدم الوعي. الاعتقاد دائما بانها شفتي او جاسوس الاداره العليا. الحق خبي ما اعرفش ايه ده فلان جاي، طلع له الملف الاخضر اللي عندك بلاش تواجه له الازرق، ويبقى في مفهوم بين الموظفين اني ملف يطلع واني ملف يستخبى عن المراجع. النظر الى الملاحظات بطريقه شخصيه. ده هو بينتقل لي، ده هو بيقول على المنشاه كذا، لا هو ملوش اي مصلحه شخصيه في الانتقاد، ده هو بيقول بيرصد حقائق موجوده بغرض التحسين. عدم التعاون واخفاء بعض المعلومات. تكرار طلب تاجيل بدايه المراجعه، يعني كل ما يروح يقول له طب معلش عدي علينا كمان شهر، لا كمان اسبوع لحد ما احد الطرفين يعني ينسى. جحا او الحمار، مين فيهم اللي ايه؟ الاول. هو الهدف الرئيسي بقى لمراجعه الطرف الثاني اللي هو سواء كان المواجد، تقدير درجه التطابق المتطلبات الخدمه او المنتج،
تقدير مدى فعالية نظام إدارة السلامة الغذاء لو كان في شكل غذاء بالشركة المعجدة، شركة هتوجد لي أغذية، لازم أنا كمنشأة أروح أعمل مراجعة لأنشطة الشركة اللي هو. طبعا ده ما بيحصلش، لكن ده أنا بتكلم على الوضع، إن لما يبقى في طرف تاني إظهار فرص التحسين لزيادة فعالية النظام. مراجعة الطرف الثالث، وده بتبقى مراجعة خارجية، ده إعطاء الأدلة الملموسة على التطابق مع المتطلبات. لما بيجي أي منشأة عايزة تحصل على الأيزو أو عايزة تحصل على أي شهادة اعتماد، فبالتالي بتجيب طرف ثالث خارجي خالص يبتدي يعمل عملية المراجعة للمنشأة، إعطاء الأدلة الملموسة لفعالية تطبيق النظام إدارة السلامة والصحة المهنية، والكشف عن فرص التحسين. دورة عملية المراجعة احنا قلناها في وسط الكلام، ان بيحصل في البداية تخطيط، ان الطلب ان مجموعة تقوم بعملية المراجعة، ففي قضايا التخطيط لازم ابعرف ايه الهدف من المراجعة، ايه هو المجال اللي هيتم المراجعة فيه، ايه هي المعايير ايا كانت معايير دولية او وطنية، مين هو فريق المراجعة اللي هيقوم. بتيجي عملية التنفيذ، في عملية التنفيذ لازم يكون في جلسة مع صاحب المنشأة أو الفريق اللي هيكلفه صاحب المنشأة بمقابلة فريق المراجعة في الجلسة الأولانية. بتحصل مقابلات وملاحظات وبيانات تسجيلها وتحليلها وإعداد التقارير، ثم جلسة ختامية بحيث إن أنا بيتعرض فيها وجهات النظر المختلفة، وإن إحنا بنعلن إنه انتهى في فترة الزمنية بتاعة المراجعة، وبعدين يحصل المراجعة. اتسلم تقرير المراجعة للمنشأة، نشوف بقى بعد كده في المجتمع ايه هي الإجراءات اللي قامت بيها المنشأة كإجراءات تصحيحية، ايه هي إجراءات لو كان في إجراءات وقائية لازم تعملها، لو في سجلات كانت ناقصة وهي المفروض تستكملها لازم نتأكد ان هو تم استكمال سواء السجلات او التراخيص اللي كانت ناقصة في أثناء عملية المراجعة. أثناء مرحلة التخطيط زي ما احنا قلنا لازم يبقى فيه أهداف، لازم يبقى فيه معايير للمراجعة، ولازم يبقى أنا في علم بإيه هي مجال أو حدود عملية المراجعة. لازم يكون في اتصال بعملية بعملاء المنشأة نفسها، أحصل منهم على معلومات أولية عن المنشأة محل المراجعة. ايه هو النشاط اللي بيقوم بيه، عدد الاقسام اللي موجوده في المنشاه، عدد العاملين، كلها معلومات اوليه عن المنشاه، هل عندهم مخاطر بيتعرض لها الناس، ايه هي المخاطر، هل عندهم تلوث للبيئه المحيطه. بيتكون فريق مراجعه كف، تطوير خطه، لو في خطه قبل كده سابقه كانت اتعملت للمراجعه فلازم اطور هذه الخطه طبقا للوضع الحالي بتاع المنشأة، لو كان فيها دخل قسم جديد، دخل جهاز جديد، دخل عمال جدد في مكان العمل، أحضر قائمة الأسئلة اللي هي سواء كانت قائمة التحقق أو قائمة المراجعة، وإعداد مختصر عن طبيعة عملية المراجعة إذا تطلب الأمر. لو أنا محتاجة إن أنا أعمل مختصر عملية المراجعة هتشمل إيه، يبقى هعمل. هبتدي أحصل على معلومات ابتدائية اللي هو الاستقصاء ما قبل المراجعة، هطلع على المواصفات القياسية طبقا لوضع المنشأة، ايه اللي مطلوب انا اكون كمراجع على علم بيه، هل هي الـ HSAS 18001 لسنة 2007، القوانين اللي موجودة ايه هي، وثائق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، السجلات الخاصة او السجلات الخاصة بالحوادث وتحليلها، أجهز قائمة التحقق، ثم تقارير عمليات، لو في عمليات مراجعة كانت موجودة في المنشأة يجب أن فريق المراجعة الحالي لازم يطلع على عمليات المراجعة السابقة. بتفيدوا في إيه عمليات المراجعة السابقة؟ ماذا تم وماذا سيتم؟ الانتباه للمخالفات السابقة. لا، في بعض النقاط تم إغلاقها، في بعض الملاحظات تحتاج فولو اب يعني. بالظبط كده، ان هو اثناء المراجعه الثانيه هبتدي متابعه للنقاط اللي هو اتحطت قبلي، مش دائما ابتدي انا من الاول، احنا دائما نبتدي من الصفر، لا احنا عايزين نبتدي من حيث ما انتهى الاخرين.
حتى في المراجعة، لأن في المراجعة السابقة ممكن يبقى في مثلا أربع مراجعات تمت قبل كده ونفس المشكلة موجودة، فبالتالي لازم أبقى عارفة إيه اللي كان موجود، إيه اللي كان محله، إيه اللي لسه مفترض إن أنا كمراجع أو أؤكد عليه أو إن أنا يعني أشوفه بدقة أكتر. كل ده هيقولهولي المراجعات السابقة. العوامل اللي واجب متابعتها عندها لو أنا هعمل تطوير، لازم برضو أبقى عارفة الأهداف والمعايير والمجال. التوقيتات اللي انا هعمل فيها عمليه المراجعه، ما تحددليش ميعاد الساعه 2 وانا المنشاه تقفل الساعه 3، او ان انا اقول انا هعملها في فتره زمنيه 24 ساعه او في يومين، ونكتشف ان نفس المنشاه متسعه بشكل ان انا مش ممكن اقدر اغطي عمليه المراجعه في يومين بالفريق اللي انا كونته. لازم ابقى عارفه ايه هي الحدود اللي انا هشتغل فيها. لازم اعرف الزمن المتوقع والزيارات، فتره الزيارات الميدانيه علشان اقدر اعلن بيها صاحب المنشاه. العمليات دي ما هياش عمليات سريه، يعني بحيث ان انا هطب عليه، لا، ده المفروض يحصل نوع من التنسيق والاتصال زي ما اتكلمنا قبل كده. مين الاشخاص اللي هيتم مواجهتهم، ولازم يكونوا الاشخاص دول عندهم علم ان فريق المراجعه جاي في أي توقيتات زمنية، ولازم أضمن كفاءة المراجعين. ما هي قائمة أسئلة التحقق؟ حضرتك من قائمة المراجعة تقدر تشكل قائمة تحقق خاصة بحضرتك، بس توضح النقاط المطلوب تقييمها. إيه هي النقاط؟ 1، 2، 3، 4 بيكون الردود عليها بنعم لا، مدى التطبيق أو هل قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق. توضح مدى التواصل مع مجال التطبيق، وسيلة المراجعة لتجميع الأدلة الملموسة، موجود غير موجود، حاجة موجودة ولا لا. تضبط وتوجه كيفية تنفيذ عملية المراجعة. بمعنى لو أنا طلبت من حضراتكم امبارح كنتوا في إحدى المنشآت، لو أنا سألت حضراتكم لو كنتوا رايحين بغرض المراجعة، لو سألت كل واحد منكم ايه اللي بص عليه وايه اللي جابه، هلاقي ان النقاط تختلف. ليه النقاط تختلف؟ لان احنا شفناها من وجهة نظر شخصية، ما معيش اي تشيك ليست او اي جايد يقدر يقول لي خلي بالك وانت ماشي بص على كذا. هقول هيقول الاوضه حضرتك هتبص على الاضاءه، والزميل هيبص على الحوائط، واحد هيبص لي على النظافة، واحد هيبص لي على الأوفر كراودنس. لكن وأنا معايا تشيك ليست أنا هضمن إن مفيش نقطة وأنا ماشية بتحقق من وجودها وقعت مني أو نسيت أتحقق منها وأقول آه ده أنا نسيت. دماغنا مش دفتر، ومش عيب إن أنا أمشي وفي إيديا قائمة تحقق أعلن فيها. بس أنا بأضيف إلى إن معايا تشيك ليست، لازم اعلم الشخص اللي انا بعمل له عمليه مراجعه ان مطلوب انه ياخد اجراء. لازم اكتب ايه هو الاجراء اللي المفروض يؤخذ، عشان لما اجي اتابع بعد كده اقدر اقول هل تم تصحيح الوضع ولا لا، والاجراء ده خد مده قد ايه منه علشان ينفذه. وهي وثيقه قائمه بذاتها، هي وثيقه خاصه بالمكان ده، ممكن اغيرها، ما هياش حاجه قران منزل، بغيرها طبقا لطبيعه العمل وطبقا للمخاطر اللي موجوده في مكان العمل. قائمه الاسئله بتشمل عناوين رئيسيه فيها متطلبات، سلسله بعد كده من الاسئله اللي تحتيها، ممكن يبقى فيها اجابات ومكان احط فيه التعليقات الخاصه بالمراجع، مؤشرات التطابق، في تطابق او غير مطابق، لازم يبقى فيها جزء تعريفي بالمراجعة وفريق المراجعة، ما تبقاش كده استمارة انا ماشية بيها ودخلت المكان طرزان وعمال اعلم، لا، لازم لما اخش يبقى اعرف الناس لو هذه القائمة يبقى مكتوب في محتواها، لو انا حاسبها في هذا المكان عشان لو هم هيصححوا الاخطاء او هكتب تقرير، لازم يبقى فيها تعريف
مين اللي بيقوم بعمليه المقاطعه ومين بيقوم بعمليه التحرك. مهمه جدا لانها بتدي نوع من الاحساس ان هناك اتصال وتواصل بمجموعه العمل، ان ده مش كائن شرطي او كائن هلامي دخل سيبه يعمل اللي هو عايزه او يمشي، لا ده انسان جاي يساعد مكان العمل او المنشاه على تصحيح اوضح. أسئلة نموذجية، في أسئلة بحصل منها على معلومات كيف وماذا ومتى وأين ومن هو ولماذا، وفي التحقق، التحقق إن أنا بمشي جوه المنشأة بقول وريني، في بحط في أنا شفت أنا يعني بمشي بنفسي أتحقق من الكلام أو المعلومات اللي أنا حصلت عليها. في طبعا ناس بتبقى ظريفه جدا لانها بتروح تقعد على كرسي في مكتب جميل ومكيف عندك عندي طق 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 والسلام عليكم وخلاص، مش عايز يوجع راسي افندم، مش عايز يوجع راسي، مش عايز يوجع، ما فيهاش وجع راس يعني ده عمل يفترض ان هو بيقوم بيه. فوائد قائمه الاسئله زي ما قلنا قبل كده انها بتساعد على فهم الواجبات والانشطه التي تتم مراجعتها، مؤشر على ان المتطلبات والمواصفات القياسيه قد تم تطبيعها، تساعد المراجعين على البقاء على البرنامج وتغطيه النقاط الهامه للعمليات، تساعد على التخطيط تنفيذ عمليات المراجعه المستقبليه. اثناء عمليه التطوير لازم برضه ابقى عارفه زي ما قلنا اهداف المراجعه، المعايير، ايه هو الوقت المتاح بحيث ان انا ما اخشش اقعد في المكان والشخص اللي هو قائم بال او ممكن من الاداره ان هو هيكون معايا اثناء عمليه المراجعه هيضيع يوم، لا لازم ابقى عارفه ان الوقت المتاح ليا في هذا المكان ساعتين، فلازم يبقى في تركيز في المراجعه اللي انا هقوم بيها. لازم يكون معايا نماذج لقائمه الاسئله، ايه هي المخاطر والمخاطر المحتمله اللي موجوده يكون عندي علم بيها، التقنيات المطبقه في المكان، سجلات الحوادث والسلامة والصحة المهنية والحوادث التي كانت على وشك الحدوث، ليس فقط الحوادث التي كانت حدثت لكن أيضا الحوادث التي كانت على وشك الحدوث. في أنواع من القوائم قد تكون إنها مفصلة، حضرتك أو حضراتكم كل واحد مجهزها في مكان عمله، تعد بحيث تناسب الغرض، بتساعد الجهة التي يتم المراجعة وبتوضح مدى احتراف المراجع. قد تكون قياس نماذج قياسيه سابقه التجهيز بنستخدمها متناسقه لكل مناطق المراجعه، اسئله ذات طابع موحد، قد تكون غير مرنه لما تكون حاجه جاهزه، قد تكون انها غير مرنه انا بستخدمها، لكن انا بنفضل انها تكون مفصله بحيث انها تقدر تساعد المنشاه فعلا على تقليل وضعها. غير ملائمة لما بتكون قياسية قد تكون انها غير ملائمة للتطبيق في كافة انواع المراجعة. نقاط عامة في اعداد الاسئلة، طبعا الاسئلة لازم تكون مناسبة، لازم تبني مفهوم منطقي في اعدادها، اتباع تسلسل طبيعي، لو انا رايحة اعمل مراجعة لمنشأة صحية وفيها تخلص من المخلفات، مش معقولة هبتدي بقضايا الجامعة وبعدين ابتدي بقى بعد كده بقضايا الفرز وبعدين ارجع، لازم يبقى في تسلسل في الأسئلة اللي محطوطة بحيث إنها تشمل لي كل النظام بطريقة مسلسلة. لازم الاستماع الجيد لما يقال، الاعتماد على الفيديو المناسب أثناء التنفيذ، لأن ممكن يكون معايا شخص من المنشأة عصبي شوية، لازم أنا أكون هادي بحيث ان انا اقدر امتص غضبه واحصل على المعلومات اللي انا رايحه بخصوص عمليه المراجعه، ابحث عن التوضيح كلما كان ضروريا والتحقق من الاستجابه في حاله لازمه الامر. لما بحط الملاحظات، الملاحظات يجب ان تكون على الاشخاص، يعني ايه على الاشخاص؟ يعني ده طويل وده قصير وده حلو؟ لا. ممكن يكون على الاداء، ممكن يكون هل هو بيرتدي مهمات الوقايه الشخصيه ولا مش مرتديها، بيتبع القواعد ولا مش متبعها، على المعدات، هل المعدات في حاله جيده فيها صيانه ولا لا، المكن، عمليات المناوله والانتاج، كل خط الانتاج
انا بقوم عمليه المبادره عليه ونظم حفظ المعلومات. هل عنده معلومات عن العاملين عنده ولا هي بس اسماء؟ انا 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 في تصوري وانا بعمل في منشاه فيها 13,000 شخص في القصر العيني، لما بنبعت نقول لهم ادونا بيانات عن العاملين في المنشاه، عمري ما جالي بيانين زي بعض، عمري. مش اختلاف لان ناس مشيت وناس جت، لا، لان في كل مره بيبتدوا اعداد المعلومات من الزيرو تاني، وكل واحد بقى يعتمد. يا محمد مين تاني معانا هنا في الاداره؟ يقول له حسين فلان وما اعرفش مين. طيب ومين كمان؟ طيب الناس اللي عندهم مهمات عندهم، هو يكتب ويبعت البيانات والمعلومات. لا، لازم اتاكد ان نظم المعلومات اللي انا بحصل عليها من المنشاه سليمه. يتم اعداد التقرير النهائي لعمليه المبادره. مبادئ الاعداد، لازم اهتم ان اهداف المراجعه تكون تم تحقيقها، تكون عادله ومرنه، يعني انا اي ملاحظات او التقرير اللي انا بعيده يجب ان يكون عادل ومتزن. عدم توجيه الاتهامات، لازم ابقى حريصه ان انا وانا بكتب التقرير ان انا ما يبقاش في شكل اتهام. انا لا اشير على شخص ولا اشير على وضع معين، انا بتكلم اجمالي خط الانتاج او اجمالي في المنشاه او ايه الاخطاء اللي موجوده دون توجيه اي اتهامات. لازم تكون بسيطه ودقيقه، يقدر اي شخص سواء من المراجعين او اداره المنشاه انها تتفهمه. احافظ على سريه المعلومات والبيانات، اصدارها في التوقيتات المتفق عليها. قال لي ان المراجعه دي انا عايزها في خلال 5 ايام. ممكن يكون المدير نسي ان هو طلبها وكان طالبها الغرض وانا اتاخرت شويه، هو نسي وانا ما قدمتهاش، وبعد شهرين رحت مقدمها. فقدت قيمتها. مش فقدت قيمتها لان المعلومات اللي فيها مش كويسه، لا، لان ما جاتش في الوقت المناسب اللي المفروض هيتم تسليمها فيه او انها هيتم مناقشتها على مستوى الاداره العليا بحيث ان احنا نصحح في الاوضاع. انا عماله اقول الاضاءه في ايه، في الاضاءه غلط، وبعدين اكتشفت اللمبه. التقرير النهائي بيحتوي على نقاط عديده ذكرناها كلها، الاهداف، الاستنتاجات، ايجابيات، حالات عدم المطابقه، الملاحظات الموجبه، نتائج المراجعه، لو في توصيات انا حطيتها، المواقف اللي انا قابلتها، انشطه المتابعه كانت ايه بالظبط، النصوص الخاصه بسجل المحتويات، التقرير، خطه المراجعه، تقارير حاله عدم المطابقه والملاحظات، قائمه الاسئله لازم احطها في تقرير المراجعه، انا استخدمت اي نموذج، تعريف كبير المراجعين او قائد فريق العمل واعضاء المراجعه، تعريف المراجعه عليهم ومين كان في نقاط الاتصال وتوقيتات المقابلات. احنا بنطلب حد ان هو يقوم بالمراجعه ونقول له روح اعمل لي مراجعه في المكان الفلاني، بيجي لي يقول لي 1 2 3 4، يقول لي المشاكل 5 6 نقط مشاكل موجوده في المنشاه، ويقول لي توصيات بدون ما يكون ناقش حتى الحلول المطروحه او المنشاه ممكن تطبق او تنفذ ايه منها. وخلاص لا عرفت مين، بحيث ان اي حد هيجي يراجع من المراجعه لا عرفت ايه الهدف من المراجعه دي كان وقتها ايه، ولا عرفت مين الشخص اللي مضى تقرير المراجعه دوت، او لو كان في فريق او هو شخص واحد اللي عنده عمليه مراجعه. فبالتالي مهم جدا ان احنا نبقى عندنا علم ان هناك محتويات لتقرير المراجعه. ايه هي عناصر بقى المراجعه؟ احوال السلامه والصحه والمهنيه. احنا الحقيقه انا هعرض هنا نموذج كان استاذنا وزميلنا الدكتور جهاد حطه، وطبعا النموذج دوت ده نموذج استرشادي، ممكن حضراتكم تضيفوا اليه وممكن تشيلوا منه في بعض الاماكن اللي ممكن تروحوها وما تلاقوش فيها هذا العنصر انتم محتاجين ان انتم تستخدموه. مقترح العناصر ان انا بيبقى عندي بيانات عامه عن المنشاه.
ايه هي المنشأة، مكانها فين، انشأت امتى، سنة كام، هل حصل فيها تجديدات من وقت انشائها ولا لا، عدد العاملين اللي شغالين فيها. وبعدين بتنقسم بعد كده الى اجزاء. الجزء الاول بيتكلم عن ظروف واحوال الصحة والسلامة المهنية، السلامة والصحة المهنية بصفة عامة، الإبلاغ عن موقف العمل، التراخيص، وضبط السلامة، إسعافات أولية، تقارير وسجلات الحوادث، كل ده ليه إحنا نسميه ظروف وأحوال السلامة والصحة المهنية؟ ده لأن ده هو بيشمل السلامة والصحة بصفة عامة، ممكن تطبيقها في كل الإدارات داخل المنشأة. مفيش منشأة ميبقاش عندها إبلاغ عن موقف العمل اللي بتشتغل فيه، ترخيص لو كانت محتاجة، إدارة، تقارير وسجلات حوادث. ثانيا في الجزء الأول برنامج التوعية بالمخاطر، تأمين الآلات والمعدات، السلامة الكهربائية، حضراتكم أخذتوا طبعا السلامة الكهربائية والفيزيائية والكيميائية، السلامة من الحرائق، سلامة الأوعية المضبوطة، الدخول للأماكن الضيقة، درجة سلامة عمليات التشغيل، مدار السيطرة على سريان الطاقة العالية في عمليات التشغيل، لو كان في تعرضات ومخاطر بيئة العمل، لازم يكون هل في برنامج للبيئة الصناعية، هل في برنامج قياسات بيتم ولا لا، في ترصد طبي للعاملين، برنامج الملائمة وتداول المواد، الضوضاء وبرنامج الحفاظ على السمع، مهمات ومعدات الوقاية الشخصية، سلامة المعمل لو في معمل، قضايا التدريب، التهوية، والسجلات والتوصيل. الجزء الثاني بيشمل أحوال البيئة المحيطة بالمنشأة. احنا في مصر سجلين مهمين قوي، سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة وسجل المخلفات الخطر. في البيئة المحيطة بالمنشأة، ليه أنا بيهمني البيئة المحيطة بالمنشأة؟ لأن زي ما الملوثات ممكن تخرج من هذه المنشأة تؤثر على البيئة، هناك أيضا ملوثات قد تدخل من خارج المنشأة لهذه المنشأة تضر ببيئة المنشأة أو بالعاملين بالمنشأة. أي انبعاثات صادرة لأجواء البيئة أو تلوث بالهواء الخارجي، ممكن تلوث مياه قريبة من المنشأة، تلوث التربة، أو وجود أي مصدر أو مصادر تلوث بالبيئة المحيطة. هنا العناصر مفصلة. أولاً يبقى عندي بيانات عامة عن المنشأة، اسم المنشأة، تاريخها، التجديدات، مسؤول السلامة والصحة المهنية، لو في مسؤول نظافة وإدارة للمخلفات، اسم المسؤول مكافحة العدوى، مسؤول شؤون الهندسية. ليه الناس دول بيهموني أوي؟ اسم المسؤول عن تحقيق السجل البيئي. ليه الناس دي بتهمني أوي؟ عشان إيه؟ والمسؤول في الواقع ده تمتلك أرجع لنا يا سيد كلنا مرة هم دول عادة الشخصيات اللي أنا بلجأ لهم في قضايا المجادعة. يعني المدير بالتأكيد ما عندوش علم عن كل حاجة، أنا محتاجة مسؤول السلامة والصحة المهنية عشان يبدلي عن بعض العناصر في المجادعة، محتاجة مسؤول النظافة وإدارة المخلفات خصوصا لو في مخلفات خطرة داخل المنشأة، محتاجة مسؤول الشؤون الهندسية لأن بعض المتطلبات أو بعض الطلبات اللي أنا هطلبها لعملية التحسين ممكن الشؤون الهندسية تقوم بها داخل المنشأة. التصاريح والسجل البيئي لازم يكون شخص محدد بالاسم من داخل المنشأة، اسم المسؤول عن سجل تحليل المخلفات الخطرة، المسؤول عن نموذج المراجعة لو هناك تتم مراجعة داخلية، ولو شخص من خارج المنشأة هو اللي بيتم بيقوم بعملية المراجعة لازم يحصل بتعريف داخل هذه القائمة من هو القائم بالمراجعة الخارجية وصفته ووظيفته. أتعرف على عدد العاملين وأماكن توزيعهم داخل المنشأة، وصف الأنشطة المختلفة بالمنشأة، وقائمة بالأقسام المختلفة بالمنشأة وأماكن. الجزء الأول ظروف وأحوال الصحة والسلامة المهنية، متطلبات عامة، لازم أتأكد أن هناك في مقومات وفي نظم عمل آمنة داخل المنشأة لا تمثل أي خطر على الصحة، في ترتيبات موجودة لضمان السلامة والحد من المخاطر،
ان في معلومات وتعليمات وتدريب ومقابل التاكل من سلامه وصحه العاملين. بتاكد ان هل في تدريب للعاملين اعرفه ازاي؟ مثل عدد العاملين يعني قبل في كل نوع، شو يعني نوعين؟ نوعي يعني ده موظف، ده فني، ده عامل، ده قلنا في منشاه صحيه، ده طبيب، ده تمريض، ده نوعيه العاملين داخل المنشاه. تخصص مهني افندم؟ تخصص مهني بالظبط، تخصصات مختلفه. اتاكد ازاي من وجود تدريب؟ ايه هي الادله الملموسه؟ سجلات، سجل توقيع ان انا عندي قائمه بين الناس حضروا وتوقيعاتهم، عندي برنامج التدريب اللي تم تدريب الناس عليه. هو فين؟ نسال الدكتوره رانيا لما بيبقى عندها ملفات الناس تطلع عليها تبقى عارفه ان الدوره الفلانيه حضرها كذا وكانت محتويات الدوره وتم ايه اللي تم توزيعه على المتدربين. توفير وصيانه وسائل الدخول والخروج من والى موقع العمل بطريقه امنه، الابلاغ عن موقع العمل لو انا المفروض ابلغ، لو انا عندي قسم هستخدم فيه الاشعه هل انا بلغت بفتح هذا القسم الجديد ولا لا الى الجهات المعنيه، هل معايا ترخيص بمزاوله هذا العمل، لو انا عندي مخلفات خطره هل انا معايا ترخيص بيسمح لي بتداول هذه المخلفات ولا لا، الاشتراطات الخاصه المتعلقه بالعمليه الصناعيه، هل يتم ابلاغ السلطات في مواعيد دوريه؟ لان يقول لي مثلا ده لازم يتجدد كل سنتين، هل بيتم ابلاغها في الوقت المناسب؟ هل بيتم ابلاغ عن الحوادث اللي موجوده ولا لا وفي الوقت المناسب ولا لا؟ هل يتم ان نحجز اي تغيير او تبديل للعمليه الصناعيه؟ في حالة الإبلاغ هل في نموذج مخصص لذلك؟ أنا الحقيقة يمكن النماذج اللي شفتها مخصصة لهذا قليلة أوي، نموذج إصابات العمل، الحوادث بالذات، يبقى أنا نموذج خاص. نموذج خاص. كل دول على حسب قانونها النموذج تبعك. ما هو ده تبقى للمعايير بقى، حضرتك بتتبع المعايير الدولية أو معايير وطنية. التراخيص، ايه هي اهم انواع التراخيص اللي بتبقى موجوده في المنشاه؟ ترخيص لائحه المنشاه، هل في ترخيص لائحه المنشاه ولا لا؟ هل في ترخيص واقامه واداره الالات الحراريه والبخاريه الغلايات ولا لا؟ هل في ترخيص بصرف المخلفات السائله على المجال العام؟ هل في ترخيص بشان العمل بالاشعاعات المؤينه؟ هل في ترخيص بشان اقامه وتشغيل المصاعد الكهربائيه؟ ترخيص تداول المواد والنفايات الخطره، احنا لسنين عمر القصر العيني، مستشفى القصر العيني، بنتداول النفايات والمخلفات الخطره. ثم صعب القانون انه بضروره وجود ترخيص. ازاي يبقى معايا انا ترخيص وانا طبيعه عملي بتحتم عليا ان انا اتداول المخلفات الخطره؟ لكن كان لازم نحصل على هذا الترخيص. طبعا الجهاد يعني احنا خدنا خبر بيه كان متأخر قوي لكن اتعمل في وقت قياسي الحقيقي. ولو في أي تراخيص أخرى إيه؟ إدارة السلامة، هل تقوم بوضع المنشأة بوضع تنفيذ وصيانة نظام لإدارة السلامة يتناسب مع الحجم والأنشطة؟ هل في مراجعة للسياسة لو في سياسة وفي نظام السلامة على الأقل مرة كل سنتين، مش هنقول مرة سنويا لكن على الأقل مرة سنتين؟ هل في لجنة أو إدارة للسلامة ذات مهام ومسؤوليات؟ هل في شخص معين بيقوم بعملية أو قائم أو بيقوم بعملية السلامة والصحة المهنية؟ ومتى تم تعيينه؟ هل معاه فعلا ورق رسمي بيقول هذا الكلام ولا هم قاعدين في قاعدة كده قالوا له يا محمد أنت اللي هتبقى مسؤول؟ هل في معاه خطاب رسمي إن هو من الإدارة مفوض للقيام بهذا العمل ولا لأ؟ لازم يبقى موجود. هل الجواب ده او هذا الشخص تم تعيينه في هذا المنصب حديثا ولا من زمان قوي؟ لان بعض الاماكن ما تعرفش حتى مين مسؤول السلامه والصحه المهنيه داخل المنشاه بتاعتها. بتقعد تدور وبعدين تكتشف ان لا في مسؤول السلامه والصحه المهنيه داخل. لازم يكون معروف، شخص معروف ويعلن عنه في المكان ان هو الشخص اللي مسؤول بالقيام بعمليه السلامه والصحه المهنيه. هل بيكتب تقارير؟
ولا لا؟ هل بيتم دراسة هذه التقارير ولا لا؟ ولا هي تقارير بتتكتب وتتحط في الإدراك؟ هل تقوم المنشأة بالإدراك في تشير المراقبين على التسجيل على تقارير المسؤول؟ لأن عندنا لما يجي لي مفتش أو مراقب بعمل إيه؟ أنا بقول له قابل مسؤول السلامة والصحة، بقول لمسؤول السلامة والصحة العامة ما تقولوش أي تقرير أو ما يطلعش على أي تقرير تجدد قبل كده. طب ليه؟ أنا خايف منه، خايف إن يقول لي عندي خطأ. مهم إن أنا أعرف إن عندي خطأ، زي ما مهم إن أنا أعرف إن أنا عندي إيجابيات، عشان أصل لو أنا هدفي الأساسي تحسين ظروف العمل. هل تقارير المراجعة دي محتفظ بيها ولا راحت فين؟ في إسعافات أولية، هل عندي إسعافات أولية جوه المنشأة متوفرة ولا لا؟ حضراتكم يمكن ما تلاقوش مشاكل جوه الأنشطة المنشآت اللي ممكن تكونوا بتراقبوا أو بتفتشوا عليها، لكن لما مين المنشأة صحية ونيجي ندور على صندوق الإسعافات يقول لك أنت جوه مستشفى، أنت ما أنتش محتاج، ده أنت داخل الصندوق، ده أنت جوه الصندوق. بس في الحقيقة لا، لازم يكون موجود، لازم يبقى موجود صندوق إسعافات أولية، لأن أوقات المسافات للوصول لمنطقة الإسعافات الأولية فترة طويلة، يعني مسافة طويلة، ده أول معوق ممكن يقابلني في منشأة صحية. فبالتالي مهم قوي إن إحنا يبقى فيه صندوق إسعافات أولية، مش بس الصندوق موجود، محتوياته موجودة. المحتويات بتاعته بتعتمد على إيه؟ هل معايير دولية أو معايير الدولة عندي حطاها إن محتويات الصندوق كذا؟ هل في سجل أو ورقة خارج الصندوق بتقول لي محتويات الصندوق ده إيه وإيه اللي اتسحب منه وفي يوم إيه واستخدم ليه؟ لا ما تقول بالظبط. العملية سهلة، العملية في منتهى السهولة، احنا شفناها في منشآت كبيرة جدا 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 طبية ومطبقة. لا طبعا منشآت طبية شفتها مرة واحدة في منشآة طبية، بس كانت لسه حديثة البناء في نظام العمل السعودي. يا دكتورة نص على انه يكون في بعض الاشتراطات بالنسبة للإسعافات الأولية في قائمة، قائمة محددة حتى عدد لزقات الجروح. في مصر في نفس القرار دوت ان هو محتويات صندوق الاسعافات الاولية. وقع كل الدول. بس فاهمين؟ وقع كل الدول يعني فلسطين نفس الشيء برضه. يعني في قرار من احنا توقعاتنا غير الواقع. يعني لما نيجي على ارض الواقع ما حدش بيبص للمستشفى على انها مصنع. كلنا بنبص فيه على انه مكان العيان يخلق سليم. محدش بيبص فيها على العاملين، محدش بيبص فيها على اي حاجه تانية انها بالفعل مصنع، بل بالعكس ده فيها بيبقى مطبخ وفيها غلايه وفيها ابوات مضغوطه وفيها معالجه مخلفات خطره يعني، وفيها ملوثات من معامل، يعني فيها كميه مخاطر فيزيائيه وكيميائيه وآلات كهربائية وبيولوجية، يعني موجودة مخاطر قد كده فيها. هل في لفتة بتقول لي ايه اقرب صندوق؟ نفترض ان المكان ده اتجرح فصيل، هل عندي اي لفتة بتقول لي اقرب صندوق؟ ده بس نقطة من النقاط بس اللي انا، هل عندي اي لفتة بتقول لي اقرب صندوق فيه؟ حضراتكم زرتوا اكيد اماكن، هل بتشوفوا صناديق إسعافات أولية؟ ده شيء يعني سعيدة إن تلاقي صناديق إسعافات. بس هل في وجود لغرفة أو مكان مجهز تبقى للمواصفات، سواء كان بالنسبة لنا المصرية أو الدولية لاستقبال حالات الإصابة أو المرض بتحتاج الإسعافات الأولية؟ هل في مكان؟ هل في عيادة؟ عيادة هل في؟ احنا زمان كنا في المدارس
يمكن أنا بس أقرب من حضراتكم كتير قوي، لكن كان في عيادة وفي طبيب وفي ممرضة موجودين طول الوقت. النهاردة رحت نفس المدرسة علشان أبص إيه الأخبار. هو طبعاً الطبيب طول الوقت استحالة توفره، مفيش تمريض، لكن في وحدة صحية برا المدرسة ممكن ينقلوا إليها الناس. يعني أنا قصدي إن في حاجات كتير قوي مهم إن إحنا نبقى في أثناء المجامعة إن إحنا نتأكد منها. هل في تقارير وسجلات حوادث وإصابات عامة؟ هل بتقوم المنشأة تبلغ الطلبة أي حوادث أو إصابات؟ هو إحنا هنا في مصر إجباري إن كل ست أشهر نموذج الإصابات وحوادث العمل لواحد المنشأة، لكن هل مفهوم إصابات العمل واصل لمفتش السلامة والصحة المهنية كويس؟ 24 ساعة. فاهم؟ كل خلال 24 ساعة لا يعني ده حوادث وإصابات. إحنا لما بنيجي نتكلم على إصابات العمل لا نقصد بيها فقط الحادث. إصابات العمل قد تشمل مش بتشمل، يعني في القانون المصري بتشمل الأمراض المهنية. فهل المفهوم ده واصل للناس اللي هتبلغ عنه؟ احنا انا هقول لحضراتكم حاجة، ان بنيجي القصر ليه يقول لك ما عندناش إصابات عمل الست أشهر اللي فاتت. هو انا لازم ابلغ عن الأمراض المهنية؟ فأنا ما عنديش إلا العامل يبلغ عن الأمراض المهنية. يعني أنا متوقعة إن في أي منشأة طبية لو جينا نشوف العاملين بيها أكيد حلاقي ناس مصابة أو عندها أمراض مهنية كتير قوي. أبسطها الالتهاب الكبد المهني. في سجل في عدد الحوادث والإصابات التي وقعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة. في سجل فيه كافة المعلومات الشخصية والمهنية التي تتعلق بالمصابين والضحايا، لأن في بعض الأوقات السجل ده بالنسبة لي إن أنا بسلمه لوزارة العمل أو مفتش العمل ليس كاملا. بيذكر لي أرجوز المصاب، أين وقعت الإصابة، لكن في بعض البيانات المهمة جدا مش مذكورة اللي يفترض إن أنا أسجلها داخل المنشأة، لأن في ناس عندها استهداف للحوادث. فبالتالي لو انا لقيت في السجل ده هذا الاسم متكاذب ونفس طبيعه الاصابه واحده، ممكن ده يدلني على ان هذا الشخص قد يحتاج الى تغيير مكان عمل. انا مش هشاور برضه عليه ومش هتهمه باي حاجه، لكن ممكن بحلول بسيطه ان هو ينقل من مكان عمله الى مكان اخر يبقى فيها حل للمشكله. هل في لجنه بتشكل بعد اي حادثه ان لتقصي اسباب وطبيعه ونتائج الحادث وبتقدم تقريرها؟ هل في كلام من ده بيحصل؟ كل ده احنا من اثناء المراجعه يفترض ان انا بتاكد من هذه الخطوات. هل تقوم الاداره باتخاذ بعض الاجراءات الاحتياطيه لمنع تكرار الحادث؟ نفترض ان بيحصل حادث لان في سير مكشوف. هل تم تغطيه هذا السير ولا يجوز ان في 4-5 على مدار السنه حصلت لهم نفس الحادثه وبنفس الطريقه وبنفس السير؟ يبقى اذا هتاكد ان الاجراءات الاحتياطيه لم تنفذ. هل تقوم المنشاه بحمل التوعيه بين العاملين عن الحادث؟ اجراءات التصحيحيه دكتور افندم؟ من المفترض اعتقد لبعض الاجراءات التصحيحيه لان هي كوركتيف اكشن يعني انا مع حضرتك. وكيفيه منع حدوث وقائع المنشاه؟ أن هناك إجراءات تصحيح زي ما حضرتك. برنامج التوعية، هل فيما يخص مخاطر الكيميائية وبيانات سلامة المواد، هل تقوم المنشأة بتكلفة شخص بإجراء جلد دوري للكيماويات والمواد؟ هل إحنا عندنا سجل لمواد خطرة في المنشأة؟ معظم المنشآت النهارده بتقول لي انا بستخدم ماده مستورده. طيب مكوناتها ايه؟ طبيعتها ايه؟ ما يعرفش. يجي في منشاه اخرى يقول لي ما اصل مش انا اللي طلبت الماده. طيب نروح للي طلب الماده. الماده دي مكوناتها ايه؟ ما اعرفش.
دوروا على بطاقة السلامة والصحة المهنية، بطاقة البيانات السلامة. نروح نرجع للمخزن فين بيانات السلامة؟ يقول لك ما هي جت من غيرها. فبالتالي العملية لازم يعني يا إما نوضع لها خط بحيث إن إحنا نضمن تواجد بطاقات السلامة موجود، وأنا بشترط أن هذه البطاقات لازم تكون بلغة البلد وبلغة أخرى بلغة العامل الذي يتعامل معها. بمعنى يجوز إن أنا عندي بلغة البلد وإن البطاقة مصر معجبة بالعربي، لكن العامل اللي بيشتغل عليها عامل آخر جاي من بلد أخرى. وإحنا بنشوفها في بلاد عربية كتير إن ناس بيكون جايين من الفلبين وتايوان وشغالين وما يعرفوش أي حاجة عن البطاقات دي ولا حتى باللغة بتاعتهم، فلازم يكون باللغة بتاعتهم لأن حق العامل في معرفة هو بيتعرض لإيه وإيه المخاطر وإزاي يقدر يحفظ نفسه وإيه الإسعافات اللي ممكن تحصل. هل هناك صورة في الوصول وتحت بيانات السلامة؟ هل في بيانات باللغة العربية من البلاد العربية؟ هل يتم حفظها واستخدامها في التدريب والتوعية؟ هل في ملصقات وعلامات واضحة على الحاويات والعلم؟ هل في ملصقات واضحة على الأبواب والنوافذ والحوائط والمواسير؟ إحنا بنلاقي باب وبعدين لما نخش نراجع المنشأة يقول لنا ده باب الطوارئ. طب يعني فتحت لنا باب الطوارئ؟ ده أصلا مش ممكن فتحه. ليه؟ مفتاح. يا ريت لو على المفتاح اللي هقبلها، لأن ممكن نجيب المفتاح تلف من ورا أصل في حاجة بونة قدامه فقفل باب الطوارئ. أو تخزن قدامه حاجة. فبالتالي لازم نتأكد من كل هذه النقاط. كافة التعليمات موجودة باللغة العربية بالضبط إلى اللغات الأخرى التي يريدها العاملون الآخرون. أنا قدامي قد إيه؟ خمس دقايق. في تأمين للآلات والمعدات والماكينات، هل في متوفر متطلبات؟ هل كافة الآلات والمعدات والماكينات مسجلة ولكل ملف؟ أشك إن دي يعني موجودة. لازم بتتعمل ساعة ما نيجي نطلب حصر بالأجهزة، إيه هي الأجهزة اللي موجودة؟ أصل فلان عنده في أوضته وما عرفش جهاز إيه، وخصوصا في المنشآت وفي المنشآت الصحية وفي المعامل. ده فلان أصل هو اللي طلب الجهاز فأنا ما عرفش ملفه راح فين، بدور على ملف. لا ده أصل الدكتور سافر مش موجود الملف. ونفس الحكاية أعتقد إنها بتتكرر في المصانع. هل في صيانة وإصلاح؟ وأعتقد إن الصيانة والإصلاح دي يعني ممكن إن هو في أمر التوريد أو إن إحنا نكتبها في الطلبات بتاعتنا لما بنيجي نكتب الشروط والمواصفات بتاعت الجهاز المطلوب، ممكن إن إحنا نشترط على الشركة إنها تقوم بعملية الصيانة. هل تتم مراجعة ظروف وأحوال الآلات والمعدات بشكل دوري؟ وحالة العدد ولا لا؟ لو بصينا هنلاقي إن نص العدد بتاعنا ونص وربع عايز يعني عايز صيانة أو عايز أجهد حاجات، وفي نص ربع ده أخير وربع ده لا يعمل من أساسه وفي حاجة إلى تكريم. بالنسبة لأيضا الوقت هشوف بقى إيه اللي بينطبق على موجود جيد ومتوسط حده وسيء وحده شكلها إيه. السلامة الكهربائية وخصوصا أثناء قيام بعملية اللحام، هل في وسائل حماية هندسية ولا لأ؟ هل تتوفر وسائل حماية شخصية؟ هل في توصيل للأرض وعزل المصادر ومصادر الكهرباء؟ في قواطع للدوائر الكهربائية في اللحظة اللي أنا عايز أقطع فيها الدائرة الكهربائية لو حصل أي لا قدر الله أي حريق أعرف أعمل قطع للدوائر الكهربائية ولا نقعد ندور عليها؟ في أماكن كتير قبل وسائل إنذار لكن ما فيش إطفاء. في حساسات لكن ما عنديش إطفاء. في وسائل من حماية من مخاطر الكابلات، في استعدادات يتم اتخاذها عند قطع التيار الكهربائي أو عند استعدادي لو جيت طيار بطاقة أعلى أو لما انقطع الطيار هل في مولد كهربائي بيقوم بالعمل أثناء ده ولا العملية الإنتاجية كلها هتقف؟ هل توجد حدود عمل في مجال تشغيل الدوائر الكهربائية ولا هي دوائر كهربائية اتحطت وبس؟ هل في وسائل الوقاية للجوايز؟ في أماكن استخدامات الكهرباء واللحام جيدة للإضاءة زي ما الدكتورة كان بتقول إن عدم جودة الإضاءة
يؤدي إلى حدوث كوارث وحوادث في توافر وسائل كافية للتهوية في أماكن اللحم، في السلامة من الحرارة، طبعا لازم تفعيل الحريق ولازم يكون في صيانة دورية ليها وفي مبنى عليها، هل هي الوسائل دي آلية ولا يدوية، وهل في فريق متمرن عليها ولا لا، والأهم جدا يكون معروف، مش أي واحد يمسك لي الاسطوانه ويشتغل بيها، لان ليها اتجاهات وليها ارتفاع بيدفعوا عليه، وكل نوع من الحريق ليه كفايات خاصه بيه. حضراتكم اكيد ادرى مني من هذا الموضوع، فهل في نظم اطفاء، في نظم لانذار ولا لا، مدى توافر اجراءات تقصي الحرائق لدى المنشات، هل في اجراءات اتصال ولا ساعه ما تحصل هندور على اقرب تليفون ونطلع نجري ونقول لفلان واحد بسرعه بلغ ما اعرفش، لا، هل في اجراءات الاتصال؟ هل في نظام للاستجابه في حالات الطوارئ؟ هل في قدرات متوفره لاطفاء الحرائق؟ انا شفت في بعض الاماكن التليفون عليه رقم، احنا كنا زمان بنستهين ان احنا حاطين في البيوت عندنا رقم التليفون على التليفون نفسه، ده مهم جدا في حالات الطوارئ، لان المفروض ان هناك في نقطه خارج مكان العمل او نقطه علشان الحريق او الطوارئ، تو ما بتصل من هذا المكان هي بترن عنه، فبيعرف التليفون ده تليفون اني جهه، جايله منين، هل جايله من عنبر واحد ولا عنبر اثنين ولا عنبر ثلاثه، فبالتالي فريق الطوارئ او عربيه إطفاء الحريق بتتجه إلى هذا الرقم التليفون. هل في قدرات متوفرة لإطفاء الحريق ولا نقعد ندور على ناس وعلى بال ما يجي العربية تطفئ، وفي حالات المرور والطرق المزدحمة توصل بعد الحالة بسنة؟ في خطة طوارئ موجودة ولا لا؟ وهل الناس متدربين عليها ولا لا؟ مش بس تواجد الخطة، كلنا عندنا ورق قد كده يملى دواليب، بس هل الناس متدربة عليها ولا لا؟ ولا ساعة ما تحصل المشكلة نبتدي بقى نقول الناس ما تعرفش. في هيئة للرقابة والتفتيش الخارجي من خارج المنشأة، سلامة الأوعية والضغط وحاويات الغاز المضروب، طريقة تخزينها والبيانات اللي موجودة عليها، وهل بيتم فحصها بصفة دولية ولا لا؟ والإشراف والنظام والإجراءات، هل في مسؤول مؤهل ولا لا؟ في احوال خاصه هل في هناك اجراءات خاصه يتم تفعيلها؟ هل هناك اجراءات محدده لنقل الابواب؟ احنا بنشوف الابواب بما فيها اسطوانات الغاز، كيف بيتم نقلها جوه الشوارع واطفال عندنا على الانابيب والناس ماشيه تخبط على الاسطوانه وتجر الاسطوانه وتزحلقها، يعني بنشوف الحقيقه بعض التصرفات. هل هناك وسائل لتأمين كافة خطوات تداول الأبواب والحاويات؟ هل يتلقى العميل تدريب وتوعية من وسائل الأمانة؟ كل ده بس ده كل ده علشان استرشاد، وحضراتكم بتعملوا قوائم التحقق أو قوائم المراجعة، الدخول للأماكن المحصورة وهل في ترخيص للعمل فيها؟ أنا همشي بسرعة، في سيطرة على سريان الطاقة وبعض العناصر اللي حضراتكم تقدروا تراجعوها في الأوراق معاكم. هل في سلامة عمليات التشغيل؟ هل في معلومات عن سلامة عمليات التشغيل؟ للأسف العامل عندنا مش من حقه يعرف هو بيتعامل مع إيه ولا إيه المخاطر، لكن يفترض إنه بالقانون لازم يكون على علم كل الكلام دوت. هل في دراسة لتقييم أخطار التشغيل وارتباط الأخطار بعمليات التشغيل؟ هل تتم مراجعة إجراءات السلامة قبل بدء التشغيل؟ هل يتم العمل بموجب مبادئ إدارة التغيير؟ أن هناك احتمالات للتغيير؟ هل في مراجعة ذاتية لإدارة الكوارث؟ هل في عندنا إدارة بالأساس في المكان ولا لا؟ لا التعرضات، وهل هي موجودة ولا مش موجودة؟ ومستوى التعرض بتاعها طبقا للمعايير اللي موجودة في البلد اللي احنا متواجدين فيها؟ هل في برنامج عشان مسح البيئة الصناعية؟ أخذ العينات وتحليلها؟ هل في سجل بالنتائج اللي انا اخذتها؟ هل بيتم ابلاغ العميل من نتائج التحليل؟ يقول لك ده هم ناس من كام يوم معاهم جهاز في ايديهم ومشي، مش بعرف فين يا عم، مين دول؟
مش عارف. طب دخلتهم على اي اساس برضه؟ هو ما يعرفش، هو قاعد بيشتغل في حاله وما لوش دعوه. لكن لازم ابلغ العميل بنتائج التحليل، تقوم المشاهد تأخذ من سلامة الأعمال تقوم بها المقاولين الخليجيين. يعني أعتقد أن 90% من أماكن العمل ليس لها أي سلطة أو سيطرة على المقاولين الخليجيين اللي بيقوموا بأعمال داخل المنشأة. لازم يكون في هناك سلطة للمنشأة على المقاولين الخليجيين. هل هناك تعاون مع ممثلين العاملين؟ إحنا عندنا يعني عارفين أن ممثلين العاملين دول أصحاب المشاكل، ما بيعملوش حاجة لهم. لا، لازم يكون في هناك تعاون مع ممثلين العاملين في معدلات. أنا أسفل مش معدلات، معدلات وحدود وحسابات بالنسبة لمقاضية المواد. هل في قائمة بحدود التعاقد المسموح بها بالكيماويات؟ الناس ساعة ما بيحصل حاجة تبتدي تدور على الحدود اللي مسموح بها، بيجي يسأل طب أمال إيه هو المسموح به؟ لا، ندور عليه. هل يتوافق برنامج التخصص الطبي في نظام فحص طبي ابتدائي قبل التشغيل؟ هل موجود ولا لا؟ انا عارفه ان هو مش ما بيتعملش بطريقه اللي المفروض المثاليه اللي المفروض يتعامل بيها، بس على الاقل انا وانا صاحب المنشاه او انا بتعامل مع المراجعين يبقى على الاقل لو في حاجه ناقصه في هذا القشر الابتدائي لازم استكملها داخل المنشاه. هل في نظام فحص طبي دولي؟ هل بيتبع وزاره الوظائف اي من الوزارات ولا بيتبع المنشاه؟ في نظام فحص في ظروف التعرض محدد الكيماويات في كل الطبية على بعض؟ كل ده المفروض ان انا اعرفه. برنامج المؤامرة الأمومية والتداول بالمواد، برنامج الضوضاء، هل في برنامج لقياس السمع وقياس مدى مستوى الضوضاء داخل المكان؟ وهل في مهمات وقاية سواء كانت وقايات سمع او في اساليب وقاية هندسية؟ هل في مهمات ومعدات وقاية شخصية؟ ولو موجودة مش هكتفي بس انها موجودة وسليمة والناس بتستخدمها ولا لا، وكيفية تخزينها ودورية الفحص، فحص الأجهزة والمهمات الوقاية الشخصية. لان اي منشأة عندها اشعاع بتجيب المليارة او بتحط الهاب وبيتنسب، هل الرصاص ده سليم؟ هل بيتم فحص المريالة دي فعلا ولا لا؟ ده هو ده اللي احنا مهم جدا نركز عليه. مهمات ومعدات الوقاية الشخصية، مش بس تواجدها وتوفرها، لا، تدريب الناس على استخدامها وانها تكون ملائمة ليهم. احنا بنلاقي ملابس وقاية شخصية ما تنفعش مثلا في مصر، الجو حر قوي والملابس المفروض بيستخدمها تقيلة فما بيقدرش يلبسها، فلازم يبقى عندنا مواصفات لمهمات الوقاية الشخصية بتناسب بيئة العمل. المعمل وسلامته لازم يكون في تدريب، وقلنا قبل كده تسجيل لهذا التدريب، التهوية، السجلات والسجلات اللي المفروض تبقى موجودة، ولو في أي إضافات عند حضراتكم ممكن تزودوها. أحوال البيئة المحيطة في الانبعاثات الصادرة لأجواء البيئة العامة سواء كانت سائلة أو غازية أو مسيبات وأدخنة، إيه هي نوعها وإيه العمليات الصناعية اللي بتخرجها، تلوث الهواء الخارجي سواء بالمخلفات مكشوفة، هل في وجود مداخل، حرق لوقود خارجي، انبعاثات الهواء من المداخل لازم أعرف ارتفاع المدخنة، بعدها عن البيئة السكنية المحيطة بها، الأنواع الأدخنة اللي بتطلعها، هل عندهم سجل بقياسات تم أخذها ولا لا، تلوث مياه قريبة نتيجة التخلص من مخلفات سائلة، هل بيتم معالجة هذه المخلفات ولا لا قبل إنها تترمى، في محطة للمعالجة، في بيتم التخلص من الحمض نتيجة عن معالجة سوائل الصرف موجودة ولا لا، تلوث التربة بسبب سوء التخزين. في بعض الأماكن فيها كيماويات الناس مش قادرة تقرب لها لأن دي موجودة بقالها سنين ولم يتعامل معها أحد، فبالتالي يبقى عايزة حد يقدر ياخد المبادرة إن هو يبقى مجموعة متفاهمة في قضايا الكيماويات وكيفية التخلص منها. وجود مصدر أو مصادر تلوث في البيئة المحيطة، لو في البيئة المحيطة فيها أرض منشأة أخرى أو في منشأة مقرية للراحة، في مخلفات، طريق ذو كثافة مرورية عالية، أو في مصادر أخرى. أشكركم وأطلب الحمد.